السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال على قناة جوكمينيك تي في. ترحب جميع التلاميذ الجدوى المشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي جد العلوم وجد التكنولوجيا. لقاء جديد ومتجدد على قناة جوكمينيك تي في للتعلم وللفهم. درس جديد من دروس الرياضيات في رحاب الرياضيات. نتمنى للجميع حصة ممتازة، حصة مفيدة. إليكم الدرس. في الدرس السابق تعرفنا على بعض تعريف المعادلات من الدرجة الأولى وكذلك المتراجعات، معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. كتذكير، تعريف ليكن أو بعددين حقيقيين أي ينتمين إلى مجموعة الأعداد الحقيقية R. كل معادلة على شكل AX زائد B، انتبهوا جيدا، كل معادلة على شكل AX زائد ب تساوي الصفر تسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا ليكن أو بعددين حقيقيين، كل معادلة على شكل x زائد ب تساوي صفر تسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، حيث x هو المجهول، حيث x هو المجهول. إذا تطرقنا سابقا إلى بعض الأمثلة على شكل فيديوهات تفسيرية صامتة. وتطرقنا كذلك في الحصة السابقة إلى المتراجعات من الدرجة الأولى بمجهول واحد كتذكير، ليكن أو بعددين حقيقيين، كل متراجع على شكل AX زائد B أكبر من أو يساوي الصفر أو أصغر من أو يساوي الصفر، أكبر قطعا أو أصغر قطعا من صفر، تسمى متراجعة من الدرجة الأولى بمجهول واحد حيث X هو المجهول. X هو المجهول، كلا من AX زائد B أكبر من أو أصغر من أو كلا من المتراجعة أو المعادلة. داكوغ. إذن لماذا قلنا بأن هناك درجة أولى متراجعة أو معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد؟ لأن هناك x واحد، لاحظوا جيدا، x زائد b إما تساوي الصفر في المعادلة على شكل x زائد b تساوي الصفر، هي على شكل معادلة إكواسيون، ولا متراجعة x زائد b إما تكون أكبر من أو أصغر من، أكبر من أو يساوي الصفر أو أصغر من أو يساوي الصفر، أكبر قطعا أو أصغر قطعا من الصفر. وتطرقنا كذلك لبعض الأمثلة لكي نفهم جيدا على شكل فيديوهات صامتة للفهم والاستيعاب بشكل جيد. إليكم الآن تتمة ديال المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، وأقدم لكم بعض الأنشطة للفهم والاستيعاب الجيد، لأفهم الدرس بشكل جيد وأستوعبه بشكل جيد. ابقوا معنا على قناتكم، قناة الفهم والتعلم جوكومينيك تي في. إليكم تتمة الأنشطة. إذن هناك عدة أنشطة مقترحة في هذه الحصة، أتمنى أن تكون فعلا مفيدة للجميع، خصوصا تلاميذ ذوي الجدوى المشتركة. معادلات تؤول في حلها إلى معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. هناك عدة أنواع، معادلة من نوع AX زائد B CX زائد D تساوي الصفر، إذن جداء AX زائد B و CX زائد D تساوي الصفر. إذن هناك معادلات تؤول في حلها إلى معادلات من درجة أولى بمجهول واحد، هنا معادلات من نوع تالي. كمثال لدينا جوج إكس ناقص واحد ثلاثة زائد إكس تساوي الصفر. إليكم الفيديو، سوف يوضح لكم هذه إنجاز هذه العملية بشكل جيد. إليكم الفيديو الآن.
ثانيا معادلة بارامترية حل في R المعادلة MX زائد 3 تساوي X زائد 5 تسمى هذا النوع من معادلات بارامترية MX زائد 3 تساوي X زائد 5. سوف ندرس الحالات M حيث M بارامتر حقيقي حيث M بارامتر حقيقي. إذن إليكم الفيديو لكي يفسر لكم ويوضح لكم هذه المعادلة البارامترية كيف يمكن إنجاز الحل للمعادلة.
إليكم الآن المثال الثالث. نحن دائما في إطار الأنشطة الخاصة بالمعادلات والمتراجحات والنظمات، معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، معادلات من نوع x زائد b على، تبعوا جيدا، x زائد b على cx زائد d تساوي صفر. كمثال حل في R المعادلة 3x ناقص 2 على x زائد 1 تساوي صفر. إذن هذه هي الإيكواسيون، هذه هي المعادلة. إذن 3x موان 2 سور x موان x بلس 1 تيكال 0 سيتي اون إيكواسيون. ألوغ معادلة من نوع x زائد b على cx زائد d تساوي صفر، كنوع من المعادلة 3x ناقص 2 على x زائد 1 تساوي صفر. إليكم هذا الفيديو لكي أوضح لكم كيفية إنجاز هذه النوعية الخاصة من المعادلات.
وإليكم الآن معادلة تحتوي على القيمة المطلقة. معادلة تحتوي على القيمة المطلقة. حل فئة المعادلة التالية: القيمة المطلقة ديال x ناقص 2 تساوي 0، وكذلك المعادلة الثانية 3 x زائد 1 تساوي 4، والمعادلة الثالثة القيمة المطلقة ديال 2 x ناقص 5 تساوي ناقص 1. إذن هناك ثلاث أنواع من معادلات تحتوي على القيمة المطلقة، على القيمة المطلقة. القيمة المطلقة ديال x ناقص 2، ثم القيمة المطلقة ديال 3 x زائد 1، ثم القيمة المطلقة ديال 2 x ناقص 5. إليكم الفيديو يوضح لكم كيفية إنجاز هذه المعادلات بطريقة سليمة وبطريقة واضحة جدا للجميع.
إذن من خلال الفيديو الأول شفنا جيدا طريقة إنجاز العملية x زائد b جداء x زائد t يكافئ x زائد b تساوي صفر أو x زائد t تساوي صفر. إذن هذه هي طريقة إنجاز العملية من النوع التالي x زائد b جداء x زائد t. إذن كمثال جو x ناقص 1 جداء 3 زائد x تساوي صفر يكافئ جوج إكس ناقص واحد تساوي صفر أو ثلاثة زائد إكس تساوي صفر جوج إكس ناقص واحد تساوي صفر أو على الشكل التالي إكس تساوي واحد على اثنان لاحظوا جيدا واحد على اثنان ثم إكس تساوي ناقص ثلاثة. إذا كيفية الحصول على هذه القيمة لقد لاحظتم هذه الملاحظات على شكل الفيديو السابق. إذا مجموعة الحلول المعادلة أ في R هي كالتالي ناقص ثلاثة وكذلك واحد على اثنان مجموعة تتكون من ناقص ثلاثة وواحد واثنان. الفيديو الثاني تطرقنا كيف ما لاحظتم الى معادلة بارامترية بحيث ام بارامتر حقيقي يعني ام اكس زائد ثلاثة تساوي اكس زائد خمسة. كيفية الحل هذه المعادلة اليكم الحل المعادلة على شكل ام اكس زائد ثلاثة تساوي اكس زائد خمسة تساوي معادلة بارامترية تكافئ ماذا ام اكس ناقص اكس تساوي خمسة ناقص ثلاثة. اذا هذه هي القيمة هذه هي اكس العنصر المجهول وام بارامتر حقيقي نقوم بتعميل ام ناقص واحد اكس عامل الام ناقص واحد تساوي اثنان. اذا لدينا حالتان هذه العلاقة البارامترية. اذا الحالة الاولى عندما تكون ام تخالف واحد وحالة ثانية عندما تكون ام تساوي واحد. نبدأ بالحالة الاولى ام تخالف واحد فان المعادلة تقبل حلا وحيدا هو اثنان على ام ناقص واحد. دكار. اذا كانت ام تخالف واحد إذن إكس يساوي اثنان على إم ناقص واحد. إذن حل وحيد هو اثنان على إم ناقص واحد. إذا كان إم تساوي واحد فإن المعادلة تصبح صفر إكس يساوي اثنان أي أن المعادلة لا تقبل حلول في R. إذن S مجموعة فارغة لأن لا مستحيل أي عنصر مضاف في صفر يساوي صفر وصفر إكس يساوي اثنان. إذا مستحيل هذه المعادلة. إذا المعادلة أ لا تقبل حلولا في R. إذا S تساوي مجموعة فارغة. في الحالة الثالثة من الفيديو قدمنا لكم معادلات من نوع X زائد B على X زائد D. انتبهوا جيدا لهذه النوعية من المعادلات. لدينا كمثال 3 اكس ناقص 2 على اكس زائد 1 تساوي صفر. اذا نعتبر المعادلة اكس زائد بي على سي اكس زائد دي حيث او بي وسي ودي اعداد حقيقية. تكون هذه المعادلة معرفة انتبهوا جيدا تكون هذه المعادلة معرفة اذا وقدت كثانا سي اكس زائد دي تخالف صفر. اذا لا يمكن ان يكون هناك مقام منعدم سي اكس زائد دي تخالف صفر. اذا يكافئ اكس زائد بي تساوي صفر. اذا x زائد d تخالف صفر. اذا x زائد b هي اللي تساوي صفر. المستحيل تكون x زائد d تساوي صفر. اذا x زائد b تساوي صفر ومن خلال ذلك يمكن حل هذه المعادله. المعادله معرفه دائما المعادله معرفه اذا فقط اذا كان لدينا هذا المثال 3x ناقص 2 على x زائد 1 وقد لاحظتم ذلك في الفيديو السابق x زائد 1 تخالف صفر يعني ان x تخالف ناقص 1. إذا مجموعة تعريف هذه المعادلة هو كالتالي R ناقص ناقص واحد. إذا باستثناء العنصر ناقص واحد لا يمكن أن ينتمي إلى مجموعة التعريف. نحل المعادلة على الشكل التالي نقول 3x ناقص 2 على x زائد 1 تساوي صفر يكافئ 3x ناقص 2 تساوي صفر x زائد 1 يخالف صفر يكافئ x تساوي 2 على 3. وبما أن 2 على 3 ينتمي إلى مجموعة التعريف فإن مجموعة حلول المعادلة هو كالتالي هو 2 على 3. انتبهوا مجموعة الأعداد الحقيقة التي من أجلها تكون معادلة معرفة تسمى مجموعة تعريف معادلة غير مزلها بالرمز عادة ديفينيسيون إيكواسيون. وفي الأخير لقد لاحظتم وشاهدتم وفهمتم المعادلة تحتوي على القيمة المطلقة. هناك عدة أنواع القيمة المطلقة ديال x ناقص 2 تساوي صفر وكذلك 3x زائد 1 تساوي صفر وكذلك 2x ناقص 5 تساوي ناقص 4 ناقص 1. كيفية إنجاز هذه العملية انتبهوا جيدا. القيمة المطلقة ديال x ناقص 1 تساوي صفر تكافئ x ناقص 2 تساوي صفر تكافئ x تساوي 2. إذا مجموعة حلول المعادلة E هي S تساوي 2. إذا x ناقص 2 تساوي صفر تكافئ x على 2
إذن مجموع الحلول هي اثنان. ثلاثة إكس زائد واحد تساوي أربعة تكافئ ثلاثة إكس زائد واحد، معناها ثلاثة إكس زائد واحد تساوي ناقص أربعة. إذن في هذه الحالة لاحظوا جيدا، يعني أن ثلاثة إكس، إذن لدينا ثلاثة إكس زائد واحد تساوي أربعة، وهنا لدينا ثلاثة إكس ناقص اثنان تساوي صفر. إذا كان العدد يخالف الصفر نتطرق إلى التالي، إما ثلاثة إكس زائد واحد تساوي أربعة أو ثلاثة إكس زائد واحد تساوي ناقص أربعة. لماذا؟ لأن هناك قيمة مطلقة، هناك قيمة مطلقة، قيمة مطلقة ديال ثلاثة إكس زائد واحد تساوي أربعة. هناك حالتان، عندما نزول هذه القيمة المطلقة تكون ليكواسيون أو المعادلة الشكل التالي، ثلاثة إكس زائد واحد تساوي أربعة، أو حل هذه المعادلة ثلاثة إكس زائد واحد تساوي ناقص أربعة. لاحظوا جيدا، هنا لا يمكن أن نقول صفر أو ناقص صفر، هي صفر منعدم. إذا وجدنا رقم يخالف الصفر أي عدد يخالف الصفر يقوم بهذا الشكل التالي، ثلاثة إكس زائد واحد تساوي أربعة أو ثلاثة إكس زائد واحد تساوي ناقص أربعة. انتبهوا جيدا، إذا ثلاثة إكس زائد واحد تساوي أربعة، ثلاثة إكس تساوي ثلاثة، إكس تساوي واحد، وثلاثة زائد ثلاثة إكس زائد واحد تساوي ناقص أربعة تساوي ثلاثة إكس تساوي ناقص خمسة، إكس تساوي ناقص خمسة على ثلاثة. إذا مجموع الحلول هو كالتالي، واحد وناقص خمسة وثلاثة، واحد أو ناقص خمسة على ثلاثة. في الحالة التالية، اثنان إكس ناقص خمسة تساوي ناقص واحد، لدينا ناقص واحد أصغر من صفر. انتبهوا جيدا، ناقص واحد أصغر من صفر، واثنين إكس ناقص خمسة أكبر من أو يساوي الصفر. إذن لاحظوا جيدا الفرق، لأن ناقص واحد أصغر قطعا من صفر أي عدد سالب، واثنين إكس ناقص خمسة أكبر أو يساوي الصفر. إذن هناك استحالة لكل إكس من R، إذا المعادلة الثالثة لا تقبل أي حل في R لأنها تخالف، لأن لدينا 2 إكس ناقص 5 إما تساوي الصفر أو أكبر من تساوي الصفر، ولدينا ناقص 1 هو أصغر قطعا من الصفر. إذا مستحيل لكل إكس من R، إذا المعادلة الثالثة لا تقبل أي حل في R، إذا S تخالف الصفر. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتطرق إلى درس جديد كتتمة لدرس المعادلات والمترجحات والنظمات، درس جديد بخصوص هذه إشارة حدانية x زائد b، سوف نطرق إلى إشارة حدانية. إذن أنهينا الحصة المخصصة لهذا اليوم. في الحلقة القادمة إن شاء الله من حلقات تفسير وتوضيح بعض الدروس المهمة في الجدول المشتركة للتعليم الثانوي تأهيلي جدول العلوم وجدول التكنولوجيا في خصوص مادة الرياضيات، سوف نتطرق إلى تتمة درس المعادلات والمترجحات والنظمات. الدرس يتعلق حول إشارة الحدانية AX زائد B، وكذلك بعد توضيحات وبعد أنشطة لأفهم الدرس جيدا. موعدنا يتجدد إن شاء الله في الحلقة القادمة في رحاب الرياضيات. كان معكم يوسف دلال من قناة جوكومينيك تي في الخاصة بالتلاميذ الرياضيين، الجدول المشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي وجدول العلوم وجدول التكنولوجيا. لا تنسوا أنكم تشاركونا في هذا الفيديو لكي ينتشر عبر جميع الأقسام الجدول المشتركة للتعليم الثانوي والتأهيلي. إذن إلى اللقاء، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه السنة الدراسية.